لهنا؟ إن بعد العصر يسر، لقد انغلق باب السيارة فجأة. ها؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ربحت حسنة. بينما كنت منعمكا في ترتيب المساعدات وما تيسر من الهدايا لضعاف الحال والفقراء، انغلق باب السيارة ورائي فجأة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا للحظ السعيد، من الذي أرسلك إلي؟ من الذي هدى خطاك ونار لك الطريقة لتجيئي إلي فتلقاني وألقاك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. عايشوا شنو هي الجوات يا وليدي؟ وحدك وانت في الكرهبة هك عليه؟ ها؟ هذا ما تيسر يا أخت العرب من مساعدات للفقراء. انت باش تفرقهم عن الفقراء؟ ان شاء الله ان شاء الله. انت باش تفرق المساعدات هذيا؟ شكون اللي قالك فرق؟ لقد ربحتي 1000 حسنه يا اخت العرب. اي نعم، حتى عندك الحسنات وانا عندي حسنات، وعلاش هكا انت في الكرهبه لهنا وهذه نتاع شكون؟ لديك حسنه. شكون حطك في الكرهبه لهنا؟ وربما كانوا 2000 حسنه، من يدري؟ اي نعم عايش، ودخل نحكي معاك ساعه جنب. نعم. انت شكون اللي حطك هكا في الكرهبه؟ وين امك وين ابوك؟ وكرهبه محلوله ومسكره. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد فعلت حسنة يا أخ العرب. أنا حسنة يا ولد. إيش فيك الكلمات؟ أتكلم لغة البعض. لغة البعض؟ لغة الآباء والأجداد. الآباء ستي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي لا حول ولا قوة إلا بالله يا ولد. هي الحكاية شكون معك؟ إنها مساعدات. أنت مش تفرق المساعدات هذيا؟ تعالوا تعالوا يا أطفال. ما تعطيش الكاتوات حتى نشوفه بتاع شكون، حتى نشوفه بتاع شكون. كوكو كوكو عليها هكا. شكل منكم الحاكم هاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي أمك وين؟ شبيك وحدك أنت لهنا في الكهرباء؟ الله 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 الله. أنا أوزع الهدايا على الفقراء المساكين. أنت توزع فيهم هاك وحدك انت؟ تعالوا شفمش فمش. ليه فاش تعمل انت؟ ما تمدش. ليه ما تمدش؟ فاش تعمل؟ ليه فاش تعمل؟ فاش تمد؟ ليه نحي متاع شكون قالك انت باش تمد؟ شكون قالك انت باش فاش تعمل؟ علاش باش تمد في الكادوات وانت امك وين؟ وانت قاعد من خلف شفمش فمش فمش فمش. علاش تمد فيهم توا انت؟ تصور يا تفون فاش تصور؟ نحي فاش تهز انت تاو؟ انت حاجه مش وديعك. انت امك وين تاو؟ انت قاعد تمد هكاك فاش تمد تاو؟ انت امك ماهيش هنا. عليه هكا عليه فاش تمد؟ جزاك الله خيرا يا اخت العرب. كيف دخلت؟ تعالوا تعالوا وفي رياية اخرى. اعطيهم اعطيهم يا اخ العرب. اعطيهم يا ولد. شنيا نحي رجع 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 متاع الليل رجع. هو الحكاية شبيك الشيطان متاع شكون هذا؟ متاع شكون؟ أعطيهم أعطيهم متاع شكون؟ متاع شكون شنو الحكاية يا ولدي؟ ليه؟ شن دير انت وياه؟ شن هذا؟ شن ها من انت؟ شن دير يا خيتي؟ يا بنتي انا فقعت اشغالي البيت. هات هنا انت الوحدة شن دير؟ خلي نعمل في حسنات. يعني انت تديري في حسنات على حسابي يا ليه؟ ماليش ندير في حسنات. هو يفرق ديري في حسنات على حسابي يا ليه؟ حرق فوقك. شن كلم الحاكم انا خاطر طفل وحده في الكهرباء ومخلية وليش؟ هادي متاع الشركة اللي انا نشتغل فيها. انت علاش مخليته وحده هكا ومسكر عليه البيت؟ خوف دي شنو هادو صغارك يا ابلة؟ صغارك هادو؟ ما راهمش صغاري. ودك يطول انت وياه يا طفل. ما قدكش في الكرهبه فضاح خلاص. انت قولي لي ديري في حسنات على حسابي يا ني، وهادو كلهم صغارك هادو.
تعال شنو هادو صغارك ولا شنو هادو؟ تعال انت تعال يا بابا انت منه وخشتي في السياره وتجبد في البضاعه ولا ما نعرف حد يا ودي هادو صغارك ولا شنو؟ هذا تعرفوه ولا منه هذا ابوكم يا اخوي؟ تعال تعال اتكلم فيك تعال تعال شنو بابا هادو صغارك ما نعرفهم بضاعة بخمسة آلاف جنيه بخمسة آلاف جنيه ما نعرفهم ما خلت لي ولا حاجة منها يا بنتي ما نعرفهم شنو هادو صغار بتفرج عليهم ما نعرف حد يدق في البيت بتفل صغير يدق في البيت فتح للسيارة متوزع غاديك هو اللي فرق هو اللي فرق عاديين وقلت لي وزع على الألعاب نعمل في حسنات باش نفرق على الصغار اللي كادو كيفاش يا ودي قال لي حسنات جزاك الله خيرا وترشني هكاها وجيت انت هادي نتاع منو هادي نتاع منو هي نتاعك هي مش ما هيش نتاعي هادي يا مشيش نمشي نقضي وحلولي طفله توا ما عجبكش توا نقعد انا خيتي شنو هذا شنو هذا اعطيني هاد هات انت وياه هات شن هاد علاش مش معانا متعجي من هنا نقضي نفسك هات انت هات مني هات صغارك صغارك ليه ما همش صغار ايش انت يا ودي تعالي بقى بنحسب لك انا قداش يطلعوا لك وخلاص تدفعهم اهو انت اللي توزع في الوعب للاطفال ما تنقول لك انا قداش شكون اللي قال لك الاطفال شبيهم الاطفال انا فقيره وما عنديش يا بابا شن تدير انت مي سالف نخلصها مي سالف بقى نحسبها لك هادي نحسبها لك اوكي بقى زائد هادي بقى اوكي دير الخير بس على حسابك مش على حساب الناس نقول لك انا اوكي عندك 3000 دينار بهادهم اوكي هادي مش حنحسب ماشي 3000 ها تفلو عبد 3000 ادفع لي 3000 دينار بقى بتدفع لي توا ولا بعد الفطور بعد الفطور طبعا فاهم تو ولا بعد الفطور طب بعد الفطور يعني ندفع بعد الفطور بقى اوكي تعطيك رقم الحساب باهي قناة 218 كاميرا خفية قناة 218 كاميرا خفية كنت معاها كاميرا خفية تعال تحكي بجد ايه كاميرا خفية